بونسيرا خليل، مرحبا بيك ومرحبا بالناس اللي اسمعوا فينا الكل على ساسيون جور اف ام. كيما كنت تقول انت في الدار، في الحومه، في الكربه، في القهوه، في الخدمه، في لي غران سورفاس، في لي سوبر مارشي، في الكياس، في كل بلاصه نسلكم فيها صوت ستاسيون جور اف ام. دونك عايشين على ايقاعات لي براكاج، واليوم كي كدوبل برجر، معناها هذاك البرجر، فما البرجر سامبل وفما الدوبل برجر. يعني اليوم حابين نعملوا دو زون، كان سهل لنا ربي ومعناتها ومشيت الامور كيما حسبناها وكيما تكتكنا لها وكيما كان بسنا لها وكيما قاعدين معناتها نكمسوا لها كيما كل نهار مع التنسيق مع ليكيب الكل، ان شاء الله تمشي سلامات. اليوم عنا ان دوبل براكاج دون ان سونس، واحنا اليوم باش نحاولوا نبراكيو اكثر من شخصيه معانا في ليميسيون هذيا. اون بيل سوربريز للناس اللي يحبوا الضمار ويحبوا لي سكيتش ويحبوا لي شو، معناتها اللي يضحكوا اللي فيهم كلمه مزيانه وتكست مزيان وبرستاسيون مزيانه، وكيف كيف للناس السمعه اللي يحبوا يسمعوا الموسيقى واللي يحبوا يسمعوا الفن واللي يسمعوا اصوات حنينه هكا شويه. دونك ليكيب براكاج الكل وليكيب دوبل براكاج لليوم اللي حاضرين معايا في الفواتور لا بي 4 فكات نتاع جوهر اف ام، سي طارق عاشور. مرحبا بيك طارق. وبيك عايشك ربي تواضع. قول لي على السلامه. على السلامه. صافا شنو حوالك؟ الحمد لله. شنو حوالك انت؟ صحه لاباس؟ الحمد لله. انت وليت عاد براكور، معناتها تبراكي معنا، معناتها كات كادو داخل معنا في استراتيجي ومن بعد تنفهم العباد علاش. مرقلين هكا استراتيجي نتاع الخدمه. حاضرين اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي بيك. سي محمد مراد اللي قاعد يصور، دونك محمد يقول لي فما لايف ستريمينغ بعد شويه، دونك www.jrfm.net لايف ستريمينغ اذا كنت تحبوا تعيشوا معنا اون ديريكت ليميسيون نتاعنا والبراكاج نتاعنا اليوم. باهي تعطيوني شويه وقت باش نزيد نحسبها مليح، خاطر مانيش عارفه روحي اكزاكتومون وين في الحكايه هذايا. دونك نمشوا مع الغنايه ونرجعوا بعد شويه. On est de retour à la station Johor FM. On est en plein braquage sur la route touristique, la destination interne, donc Oust Lemdina, fiché à 14 janvier. نجري ورا اون 206 تونس 95004. دونك السياره هذيا فيها محمد العربي المازني. محمد العربي المازني هو اللي في السياره، مش هو يسوق، ما نعرفش عنده البيرمي ولا واحد من صحاب محمد العربي المازني. وسي طارق عاشور هو اللي عمل لنا الاتصالات، راهو علاش قلت له انت داخل في العجه نتاع البراكاجات اليوم، عباتو نساله كيفاش في بالو بيه لهنا ومنين جاي الخبر اللي محمد العربي جاي لهنا. دونك احنا نجري وراه في الروت توريستيك في اتجاه ان فيت نحاولوا ان نبراكيو، دونك نحاولوا ان نوقفوا، نحاولوا ان سلام ماما سلام ماما مش نقفوا فوالا، دونك نحاولوا ان نستوقفوا على اليمين، نحاولوا ان نستوقفوا على اليمين. طارق سكر عليهم كومبليتمون، والزميل ماهوش فاهم شنو هي الحكايه وماهوش فاهم شنو هي العمليه. دونك خلي الباب خلينا نهبط. بحذينا محمد ممنوع التصوير يقول محمد العربي المازي. جوهر افهم. يعطيكم الصحة ومرحبا بي أنا في سوسة، مرحبا بكم وكا وما انترفيو هذا باش نخطفوك. احنا توا معانا شنو باش تخطف؟ ليميسيون تاعنا باش تخطف اسمها براكاج، باش تخطف السيد محمد العربي المازني في براكاج بوندون دو زور. شو معناتها باش نمشي معاك انا توا نعمل ساعتين؟ انت في الإقامة الجبرية لمدة ساعتين توا. ايه مالا كل يوم انت داخل يا حكومه وخايت يا حكومه وخايت، لا باش تعبي لك بلاش هذاك
بسولي دوا بسولي يا ريمو خيط عسلامة لاباس ليه بالحق معناتها ما كان تحب البر مش عايش هكا على البر بالحق عندي تعرف في بالي وين ماشي برامج الكل معروفة مش كيف تعرفها يا حكومة أنا ما بالحق ماشي مش قبل المدامة كيف سبتك في ساعة أنا قلت لك جاي مش قبل صديقتي صاحبتك معناها صاحبتي بس لا صاحبتك معناها مش صديقتك يا حكومة يا حكومة بالله سيبوا فيها عسلامة شهرة عسلامة 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 مرحبا بكم مرحبا بكم يعطيكم الصحة فريمة وإميسيون أنتي كاب البرك الله فيكم يا أحلى شهرة ديما نسمع فيكم عايش المرة نشوف الميسيون اللي تعطينا في الميسيون عايش لو برجة يعيشك يخليكم يعيشك مرحبا بك في سوسة مرحبا بك في سوسة مرحبا عسلامة مدام عسلامة مرحبا بكم الناس كل تحب على الحكومة. إيه. سمعنا. توه ما نتلا. شو سمعنا؟ يا ربي الحمد لله تعبت على خاطر من الخلق كربت الحاكم يا ولدي فادلك يا ولدي يا اخويا فادلك يا اخويا سايبوني
أحبكم وخير. أنا يحبوني أنا هلأ أنفض ذلك أنا. ولا نحب نحل الكشك هكا نكتب عليه وانا تبيعه الزيت الغذائي بون هو طوانا معناتها كي عملت وانا سكيت مش تشجيعا للمخدرات انا مانيش نشجع على الشيء هذيك ماذا بينا كان الناس كل ما تكلم ما تمشيش وفنية هذيك سيدي الشرطة خاق بايبي بايبي شدورونا بايبي شدورونا سايب الزيت بايبي اللي وانا نحكي على الزيت معناتها خاطر شوف معناتها نحاولوا نخدم من نكبروها الموضوع تاع الخدمات نحاولوا نختاروا شويه ما ارفق مالكش تحب زغله خاطر عندك ميولات وزغله لا هي الناس كل تقول انت تحب زغله اي ميولات خرجوا انه انت زغله اي انا نموت ونفنى في الزغل واللي يحب يعطيني تحليل يعطيني تلقى انا ما عندي شيء لا ما تكيفش ونهنيك كاو شو هذه الذره فيك تحب تسدي الحبس الذره فيك تحب توردني هي مجرد قبل كيف تعرف الزاكره انت صارت مشاكل صارت برشا من ذلك لا ما والله مش برشا معناتها شويه بركه تكون سريعه سمعنا وقت شد سامي فاري دخل الحبس اخر وقت صرح سامي فاري عمل انترفيو في اكسبريس اف ام مع منعرفش نسيت واحد من الزيماتور في اكسبريس اف ام وحكاية قال اللي مش كان انا كهو قاعد نتلقى في تهديدات سامي هذا شنو صرح في الانترفيو انا سمعته معناتها ضربني الانترفيو قال انه حتى محمد العربي المزني جاته مضايقات وكانت عنده حفله ولا شيء في القبه وتلغات الحفله نتاع القبه شنو الحكايه هذيك كانت عندي حفله في القبه انا وسمير يوسف وغازي العيد وصح معاهم كونترا وانت على اساسنا سامدي نهار اللي صار فيه التقرير نتاع سامي نهارتها في الليل هي الحفله تتبع نقابه الحرس جيني تليفون افون دو جور معناتها من الحفله قالوا لي معناتها تمنع فيك امر مفروض وخلي امر مفروض قال لي حبينا هذا عقيد من الحرس قال لي حبينا تكون معانا قال لي انا غالب ما أكون. نحيت انا بالحفله انت كهوت نحيت ولا حفله لا انا برك الحفله تمت والاخر لحظه باخر لحظه معناتها الناس داخله لتيكي لبي معناتها لتيكي ولا فيهم تصويت معناتها ممكن الناس جاي على خاطري انا بدي نحلهم معناتها بسبب مشكله بسبب جو فوق مازال عندنا يظهر لي منطقه فوق ومن تالي وما قدي مازال مع محمد العربي المازني ماشي نوندو بالبركات انا عندي برافو تونس ونشجع المنتخب الوطني التونسي نحب المنتخب الوطني التونسي خارج الجرينتا اللي فيه ان شاء الله مربوحه ليكيب ناسيونال في سوسه لهنا باش نتفرجوا على الماتش وهذا بركاني الهدي لحوالي جاب 151 نتاعو كالعاده شو تقول ليكيب ناسيونال اللي تكون يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله مربوحه ان شاء الله المنتخب الوطني يشرفنا كما ديما يشرفنا وان شاء الله معناتها العالم هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه يشرفوه مش كان المنتخب الوطني يشرفوا هالشعب الكريم اللي لونه لون احمر معناتها محليه هو شرف انت تحب اللون الاحمر؟ بالطبيعه تذكرك برشا حاجات مش بالزاف يا ناس
ربي تستر يا طارق ما نمشيش تولي بالحق الحكايه ما عندك اسيرون صغير لاباس لاباس نجريو لاباس هذيك الحصه تاعي نجريو ورا الفنان مراد ابراهيم قلت لكم راهو اليوم مندوب البراكاج دونك ما عندكش علاقة صداقة بمراد إبراهيم اللي هو فنان من طريق النجوم أكيد أكيد عمري ما تقابلت أنت وياه أكيد كوني أنا معناتها نعرفه بالوجه ما عمري ما تقابلت أنا وياه هو توا معناتها راني نثبت العمامة هنا طلعت ماشي عمامة أرتستيك أرتستيك نحاولوا أنو نبراكيو عجبتني برشا الكهرباء بتاع مراد دونك إير 5 محلاها ولا سوبر 5 سوبر 5 هكا مزيانة سيري 50 فريمون أنا نتصور كان يعملها معناتها غلوكاج جديد الكهرباء هذايا كان يعملها معناتها هكا تونينغ تولي مزيانة على الاخر بربي اغفلنا مراد كان تسمع فينا مراد كان تسمع فيا انت كانت تلفها في هذه في بابي وتخبيها في جيبك خير مراد مراد نجري مراد ما على بالوش بالنقص جملة مراد هو مش يجري مش هو مش يجري ايه هو يحرس يحرس فما خدمه كرابة ونسالش نحاول انا ندوبلو على الكرابة نحاول انا نبراكي والفنان مراد ابراهيم مولاد إبراهيم نقفوا دونك احنا في سهلول اكزاكتومون دونك في ان غران سانجيراتوار نحاولوا انو نعملوا البراكاج للفنان مولاد إبراهيم تبت معايا محمد اي خويا تعيش معايا البراكاج اعطيني الفرد بتاعي الفرد بتاعك محمد انت ما جاكيت اليوم انا نستوب براكاج على ستيشن جوهرين محمد العربي مولاد إبراهيم صحلوها على اليمين وعلى صفا وينك صفا سلام ومحمد العربي قاعد يلم المسرحية قلت له اسمع هم تقريبا فما كوميزا بانتور دو 5 مليون ديتور يعني وين 5 مليون كان يعطي فمي فلوس فيه ما ورا معاك
سويسرا يصير انا شجع في سويسرا في الاكيب ناسيونال حاب نسمع حاجة عالطير للاكيب ناسيونال والتونس واللي تحبوا انتم الكل مع بعضنا حاجة عالطير تونس 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 ولا تونسية تونسية معك ربي والنبي تونسية معك ربي والنبي جيبوها يا لولا بنتكرنا نحن هنا وادي عمنا بركة جري ايه ناشتك فرنا معايا الفنان مراد ابراهيم في بركاج للروم مش نحتفهم بعد شوية مش نزيدوا على سيرين بتاع المخطوفين معايا في الاميسيون بي انا خايف على كرهانك يا خايف عليك انت ومعايا الفنان معايا محمد العربي المامي محمد ما عملتش سكتش على ولا بريستاسيون على ولا فان على الكورة معناتها من وقت الثورة مهمة برشا واللي معناتها يلزمنا نعطيوها حقها وما يلزمناش زاد نعطيوها حقها ولا نسيوها حق حاجات أخرى مهمة وكاو معناتها بالنسبة كما قلت بالنسبة للكورة إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله تونس تربح يا ربي وإن شاء الله تونس تربح مش الكورة بقى مش الكورة والشعب ياكل في الظلف إبراهيم القصاص تقول لي ما لازم الكورة رابحة والشعب شيخ ومتفرد والناس كل بما فيها معناتها الدولة والحكومة كلهم كمان تكونوا شيخين مع بعض معناتها إن شاء الله وهذا يتحقق فيه سبب الحكومة معناتها انت عملت برشا عروض نرجع بعد شويه نحكيوا مع العروض نتاعك عندي شويه في كريتيك بعد ما كنت على الشوك لي فان اللي عملها ماما بعد هكا الحقنا ويعطيه الصحة وكاو في التحكيم. أنا فما برشا ديفان نحبه واليوم نحب نسمع برشا ديفان عند محمد. فما البياس تحفونا في صحيح. تاع الفزعات. إي تاع الفزعات تعجبني. إي هو تاع معناتها البياس بصفة عامة. هو مراد بياس راه مراد. أنت علاش اخترتها؟ هذاك علاش عندنا بياس. عطينا بياس. الفزعات هو خاطر عنا موجودين في تونس معنا الفزعات. أنا عرفت. مش نحكيكم معناتها عرفت مره طفله فزعات هي مراد وفين وبرشا وكايش ذبانه فما في الدنيا كانت قاعده انا واقف القهوه تنطر تجري مشيت حشيك ما حش قدرك من التواليت تجري يا رب تجري انا سخير ما خاطليش انا سخير قلت باش ريشارشي هذا قعدت نغسر انا بعد رجعت قالت لي سامحني انا كنت ناقص مشيت ناقص شوف ترى عنا توزعيك نحن
انا ما انت فزعت ولا رو عباره هما كانوا ولي تقرا خاطر هذا فما اللي ما عرفوش تفزعت فما اللي تلقى لابس لبسه قادره شنو كذا ما عرفش يمشي ويتعب لابس مليون ودعف ما تجيش نخسر شويه متفزعيك ما عادش وقت تفزعيك والله انا كنت ما انت حاش اللي ما يستاهلش كنت في المانيا بالحق ما هذا شعب ياسر جدي وشعب نظيف ياسر وان شاء الله يا ربي تبارك احنا نوليو كيفهم ولا كيف وشعب جدي كيف كيف سيدي الرجال سيدي الرجال الكيف كيف انا جدوغ الكيف اما ياسر بعيدة 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 عايش مني انا صغير بالكيف ربي تلاحيه في الثنين نحب نسمع منك حاجة مراد ابراهيم حاجة حاجة خويا الغالي صفا حاجة نسمع شنو نسمع هذه شنو تحبوا تسمعوا ماشي سمعنا حاجة بيه مشي تسمعنا الكلام مراد شنو نسمع مراد سمعنا حاجة تونسية حاجة تونسية ما معنا كله سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نفتي وين ببيك وين تصفيق وين الامبيانس سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نفتي سمرة يا سمرة انتي هيا وانا بي سمرة يا نور العسمة سمرة انا نقصر وانتي تحنى سمرة سمرا عارف نص مش عارف زين
هاي قولي قولي ريم حمص وين كنت؟ ريم حمص ريم فريق هاي قولي شكرا رب ريم فريق هاي قولي سعطيك هالتجربة قريت في الكيف حارس المحيط مدة 4 سنين مريقلة مريقلة الله يبارك فيك سي عزيزي عندهم برج جين وعندهم برشا ديسبيسياليتي انت اصيل خديجه سويس عزيزه جلبيار حراد ملك الهيش ملك الهيش ملك سويس قدمهم
خرجت فيه. انا نعطيك الاشاعات اللي تصلني وانا اللي رومان اللي تصلني اولا وبالذات اللي هي عاده اشاعات مؤكده معنا اشاعات مؤكده عشان تروح معايا. بالنسبة لك أولا وبالتالي أنا ما عنديش مسألة لكن أنا قاعد حضر إيجاء الجمهور إيجاء سألك علي أنا معك كيف حضر ماذا متوقع ماذا إيه صحيح اختصنا العنكم. تفضل. اخويا اعطيوها شرفت. اعطيوها في داهية.
30 ولا 40 سنين احنا ما نطول من بعد حاسبه شويه من اللي عمره ما طول شو ورديت الرجل يسالك زاد والله لاني عارف بالله قضيه جبالي سايل انا شربت قهوه بكري شويه دونك برجع عليك او كما قال لك مراد
ناخذ جو ناخذ جو فري جو شو تحب جو فري شو فما روج بانان سيترونات فما الفريز فما الكيوي فريز كونجولي فريز بطلع حتى واحد سمعنا حتى واحد جو فول اي بي سي بون ناخذ لي بول لي بول اوكي من غير سكر سون سكر اوكي داكور هذه جو بول راهو معناتها تخلى تعرفها هي حاجه اللي كل شيء تحب والله قاعدين بقاو قط الخلا شنو تشرب قط واحد جيت بول كان تاع وجهه لون جات سته تاع الشيخ قط الزنا راهو قط لازم شويه قط لي والله كان في السته بابا يصوت لي بابا راهو يصوت لي معناتها واحد هكاك زاد مشى للجزائر صاير هذا الحق جيت خل عشتونا قال لي عشتونا اعطيني بيتزاريه I'm going to go to the house. انا نعرف
نعرف أنا نعرف أنا نعرف. بدك يقول لي أنا مجنون زاد. اسمعني ما دام تعرف محمد مراد وقلت لي أنا سيعرفت وين فوق الشمال. تمام. صافي. شوية جيزوز تاني جيزوز. خرجتك من الدولاب بتاع مبروك سيزار بريرور
صدقوني اللسان ومراد لابراهيم الفلوس لكل جهه امن ومامون وصاحب بتاع الفلوس وجاي واحد اخر يوري زين تعرفوا بيه صافي بيكم جوهرة في سماحة انسان مراد ابراهيم فلوس قول لي سر برشا فلوس يا حبيبي يا حبيبي بكري مفركس تعرف انا شانزليزيه درتها واحد وشيء ما صدق رجعت من دار محمد العربي وانا نقولش بيه لبس كاسكيت وراكب لرسان السلام عليكم جوهرة ويتلف سامع لرسان ويتلف سوبر سان سوبر سان تتنكر بصراحة هذا ورد قلب صدر ما انا هم قاعدين بيه شاك عمل الزيم اللي ضم فيه شاك عمل الزيم اللي ضم فيه فلوس كل مصادرة يعني ان شاء الله عندي الله لا عيش مش نصدر هكا بيع بيه يطول من خمس نسبين اسمع برام بلا نفاتكم معناها معناها بدك تتجوش معناها علي انها الاربع مانيش مش نجي برام جلتاي من ستة لثمانية خاطر فما ليكيب ناسيونال باش تلعب الكل باش تعدي والغادي الكل باش تعدي والغادي كنفرجوا في الماتش نهار الخميس سبراك يا عصام جمعة كان جيت كفر برامج ما وصفقوا علي كيف ما جيت شراء وصرفكوا علي عم صرفكوا لي صرفكوا علي نطفع لي نطفع لي هذاك عليهم صحب دامر ميليه أنا رأيك هذاك عليهم صحب دامر ميليه على ميليه مش مستنعمل معي خليك بيه معايا طبعا نزلك لك أمورك نرجع نمشي مع الموسيقى شوية مش جوست نعدي شو وقت لو يدي كل الوقت نعطيوني وقت نساش نعمل أغنية جوست نشرب لابسين جوهرة فين بس صدقت المساج اللي تعدى وقتش نشوفوه الشو الجديد بتاع ان شاء الله يا ربي في اخر ديسمبر ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله ما نشوفه كان حاجه باهيه معنا العربي نازل وان شاء الله نجي لهون لسوسه ونعمل عروض باهيين وميزانين الاجور القدامي نوجه تحيه لصديق الفنان معناتها مروان مراد يا ربي تحلو جبن تحلو جبن المراد هذه ساحة وكما قال دليل نو كما قال دليل معنى كما قال شكسبير كيف هما حاجة تضر غدوة كما قال شكسبير على الموضوع تعالى فنان الأصوات وعن تأكيد كما قال شكسبير يوجد في النار ما يوجد في البحر الحق مراد من الأصوات من الزويز من الكيوبة كيف شلون تلعبوا يوم لك؟ الناس ميرين ما فماش دعم ما فماش اني اسمنات ما عرفت السطحية معناتها لوزارة الثقافة ما فماش دعم من الفنانين خويا مختص في الفنانين خويا انا نخدم في الفنانين كما قال شكسبير مرة ولا تملى في الكاج ومن الكلام على جوهرة الفنانين الفنانين هذوما مش يجيبوا مش يسألوها معناتها الملياردير كارديو مثلا ما يتكلموش دخلت زيرو.
كنت حاشتي بدل بيكشي بطل انا كنت حاشتي بدل بيكشي بطل بطلنا لكي نشعر من الناس عودة قولي بوتريت بوتريت ذكرني باشا فنانين معناها موهوبين موجود عنده بوب عظيمة ياسر ياسر جدا ما يحشموش يعملوا بيشان بلاد ويعملوا حفلات مرجع كنا قولوا عجبين صنع نابا يا خلقي أنا يا مولاي عجبين صنع إله إله يا شمشان عجبين صنع نابا الفهم يا نانا نضحك والعيون غضابا إله إله يا شمشان أمانا منا منا ما أمانا منا منا ما أمانا منا منا ما أمانا منا ربي أمان ميرسي بالحق للبيوت الجاي ميرسي بالقوة بالحق نحب نوجه تحية كبيرة للعربي المازني حمد العربي المازني الفنان الحق فنان موهوب ارتيست بالحق ارتيست دامر وحلو ان شاء الله نكونوا فارمي لي بروميي اللي يكونوا في الغون باش نحضروا في المسرحية ان شاء الله مشكين براكيك المرة الجاية ونسأل سؤالاتي معناها كما يقول شكسبير انا لسه كنت متجاوبش براكاج ومن افلام على جوارف نحب نحب نفكر معناتها لي غدوة يا ربي معناتها نهار مهم بالنسبة لنا احنا نقرا فيه مهم زاد برشا توانسة اللي كونوا غدوة الجلسة تاع سامي الفهري إن شاء الله يا ربي معناتها يخلص واحد وإن شاء الله معناتها عندنا ثقة في القضاء وإن شاء الله يرجع لنا سامي ترجع معناتها الضحكة في القناة التونسية كما قبل فري سامي الفهري مع حرية الإعلام والصحافة عاشت إعلام تونسي حرة مستقلة عاشت الصحافة حرة مستقلة وعاشت تحريرية شو جربت روحي بالفوتوشوب ما كانش عارف عاد نضحك هذا شرجعنا بعد 21 يوم بلا شعر دونك ميرسي زميلي مروان بن عمر كوتي كونسولي تكنيك ميرسي بوكو يا مروان عند البروفيسيوناليزم نتاعك يعطيكم الصحة الأولاد نحبكم برشا جادور مون ليكيب ميرسي زميلي خليل غازي خليل ذاكر شنو تحب تقول لي؟ لا في المروح كلمنا الدياج خلينا نتعدي وماشي دابا تخي بيانتو على ستاسيون جوهر اف ام Jawara FM.net. Nous sommes là où vous êtes.